شو اسمه العطف على الصغير، عندك ايضا الحرص على الصلاه، عندك ايضا اللهم صل على النبي محمد خدمه المصلين في المسجد، في مبادرات من اليوم لبكره، لان عيد ما راح نخلص. صح. والشباب نفس الكلام عندهم، يعني عندهم درايه على الموضوع هذا، لكن احنا نفتح الفرصه لكم وفي نفس الوقت ممتاز ساحه المشاهدين منكم واليكم. وما وضعت لكم ابراهيم السفر السفر انا كنت بشر عليك اكثر وزنا، يعني عزيزنا طالع من هذا المحبله مروس الله لا يوفق. المهم يا الربع ان كل يوم طبعا عندنا سفره، عندنا كم سفره؟ خمس سفرات. كم سفره؟ اكثر من سفره عادي. عشر الف سفره. الف سفره ولا اي عادي سفره، اهم شيء تكون سفره يعني شكلها جديد. انتوا ارسلوا ولا لكم دخل الا اللي يقولوا بسم الله على اللي يقبل الله يقبل السفره. السفره السفره عيش الدور، خليك رجل فضائي. الله يوفقك. هل تسمعوني؟ نعم نعم. أين أنت؟ أنا في الأرض وبي. هل عندك ريال؟ أنا مسكينة. أنا حجة مسكينة. ببرضغة أخطك. شفت كيف فهمني؟ شفت كيف فهم الوضع؟ شالها ولا كسر رازه هنا؟ المهم يا الربع عندنا كذا سفرة في اليوم. يا ابن الحلال بسرعة عندنا. لا دقيقة اسكت. خذ ندى من مكة، من عندك من هنا. ندى من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت ندى. ألو. حياك الله أخت ندى. تسمعين أخت ندى؟ وعليكم السلام. حياك الله، كل عام أنتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم العمل الصالح. وأنت بخير. أيوة. الله يحفظك يا أختي. عندك من واحد إلى خمسة، اختاري رقم. 200. 300. كم الرقم الله يحفظك من واحد إلى خمسة؟ 2. 2. طيب. رقم 2 يا إخوان يظهر أمامنا في الشاشة الآن. السؤال يقول أختي الكريمة. راح 2. راح 2. اختاري غير 2 يا منيرة. في أربعة. 2. طيب. غير 2 يا أختي. في أربعة. أربعة. في رقم غير 2 يعني أربعين. ها كم؟ ثلاثة. طيب ثلاثة. طيب. ثلاثة. رقم 3 يا إخواني. السؤال يقول أختي ركزي معي الله يرضى عليك، نبغاك توزين في المسابقة هذه. السؤال يقول، أنا بقرب لأني ما أبصر والنظارة حقتي بهمي. من هو خامس الخلفاء الراشدين؟ عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، صلاح الدين الايوبي. عمر بن الخطاب. خامس يا اختي، خامس. اثنين. لا لا عمر بن الخطاب. لا لا صلاح الدين. لا لا خامس يا اختي، في محاولة. خامس عمر بن عبد العزيز. يا سلام، والاجابة صحيحة. مبروك المبروك المبروك. في استماعنا باسمك يدخل، واذا جاء اسمك بالسحب تاخذين هديه. شكرا شكرا. يعطيك العافيه، بس لا تقولوا اثنين الخمتين الله يجزاك خير. والله ده ما ادري ايش الاثنين هذي. ما ادري والله، احسب اسم مصطفى. حسب تقول اثنين، حسب تقول يعطون اثنين، فهمت؟ ترى ان ناس من الرياض وناس من الحوطه وناس من بيشه، ف والله يا ابراهيم الثقافات هذه ما تختلف معنا. ابو ريفان على يعني تعرف الفتره هذه يكون الواحد يعني شوية دايخ من ذا الشرب وذا السمبوسة، فيفصل مع الرجل. فالعالم الرجل متفاعلين واتصالاتهم جميلة وكذا، قاعد تثري البرنامج، فنشكرهم والله على مبادرة. الله يعطيهم العافية. محمد قاعد يرقل. طيب الله يسعدكم ويحبيكم. طبعا كل اللي شارك معنا باتصالات، احنا نبغى اتصالات كثير تتواصلوا معنا. عطونا الارقام من جديد يا شباب اللي حاب يتواصل معنا في برنامج في ساحة المشاهدين. عندنا جوائز نقدية، ريال ينطح ريال، ولا تقول خل العين عنك تقول. الأرقام ظاهرة على أسفل الشاشة، بس ما بها لا شربة ولا سمبوسة. فقدنا الصفر، فقدنا جمعات الأسر، فقدنا المحبة والمطر، فقدنا القلب يا قمر. أنت الذي أنت بحياتي. معنا اتصال. ألو، معنا اتصال. في اثنين ما في اتصال. أنا قلت كنا جاء في اثنين الرقم. شفت الرسالة تتحرك. اثنين في اثنين الرقم. اي واحد تسمع عليه. وجع وجع طبعا الرقم. والله ما عاد دق علينا، انت مسح رقم البرنامج. اللي حاب يتواصل معنا على هالبرنامج ايضا هاشتاقات نبيها تولع. ام مهند من وادي الدواس، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، وشلون استاذ عمرك؟ الله يسلمك. شخباركم؟ انت شخبار ريفان؟ في الرياض. شلونك؟ طيبه الحمد لله بخير. كيف فطوركم اليوم؟ افطرتي في البيت ولا عند الاهل ولا عند وين؟ وين فطوركم كان؟ في البيت. في البيت ما شاء الله. واو. الله يجعلها فترة دائمة. الله يتقبل منا ومنكم يا رب. امين. صح التعبير. طيب ام مهند.
لا. يلا وش حابة تختاري معك من واحد إلى خمسة؟ اختاري واحد. أي ما في إلا أربعة، راحت الأرقام كلها إلا أربعة. طيب يلا أربعة. أربعة يلا، خلنا بوقف عشان أتحمس وياك. يلا يلا يا أم مهند، سلام عليكم. يلا وين الرقم؟ الرقم الشاشة طالع. ما هي البوابة الغربية لمكة المكرمة وادخلي معنا في السحب؟ يلا وشو؟ جدة. وش؟ جدة هي صح؟ شو شو صح 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 صح. سمعت انت الإجابة صح، لعنه مبليسك الكنترول يقولي صح صح. انا شو تفهم انا شو جيراني انا صح؟ هاي تهمك ما هي راح تخسران. خلاص يا اخي مبروك لك يا ام مهند، تستاهلين. الله يوفقك. خلاص افلح بعد بتعب عندك احد، ارجع ارقد خلنا نقعد نسولف. طيب ودي اشوف يبي البلا تكفى. قرب ام مهند مبروك دخلت معنا في السحب. هي وش قاعد جدة صح؟ ما نبي احد خسران وبنسحب، واللي بيفوز معانا ايضا في السحب راح ياخذ جائزه نقديه. ما نبي احد خسران معنا، الله يعطيكم العافيه. الحلقه الجايه حملنا رضيات زي اليوم. ابشر ابشر، ما ما بتفلح يا جيب 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 ابراهيم وين بتروح؟ طب جيب لي جيب لي جيب لي مويه. بالله مويه نشوف ريقنا وش اسمه بعد ذا. ارمي 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 اكسكيوز مي. اعزائي المشاهدين الكرام، بصراحه يعني انتم وقود هذا البرنامج صح، انتم مبدعين في تقديم هذه المبادره الرائعه في ساحه المشاهدين والفقره منكم اليكم. لا احد يخاف يهرب من عند الشاشه، ترى هذا انا حطيته اسود بعد شوي. طب لا انا شفت اخترشت خفت انا. هذا كاميرتك طالع طالع عمرك في الشاشه ليش؟ ما ادري يعني شفت وجهي قاعد امسح الاسود اللي موجوده. الكاميرا والله مرباع طالع. طيب المهم يا جماعه معك تعال ابراهيم خذ مها من مكه بسرعه. الو الو اخت مها، السلام عليكم. بقي في يرقى. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يمي، ايش علومك؟ طيبت ان شاء الله؟ ربنا مويه الحمد لله. عساكم من مكه المكرمه ها؟ ايه قريبين عندنا، ورا ما جبتوا لنا الفطور اجل اليوم. الجاية تكثر ان شاء الله. عطى رقم اللخمة. طيب ان شاء الله رقم رقم. المهم الله يسعدكم. الله يسعدكم يا رب. رقم رقم ناخذ من اول من واحد الى خمسة يا اخت مها. واحد. نقول رقم واحد ولا ناخذ اثنين؟ ها ويا واحد 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 يا اخت مها. يلا يقول لك متى يقف الحجاج بعرفة؟ 9 ذو الحجة، 10 ذو الحجة، 11 ذو الحجة، 11 ذو الحجة. 9 ذو الحجة. ها؟ صح عليك. الله أكبر الله أكبر. كفو 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 كفو. لا 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 كفو 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 كفو. يو 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 دقيقة بلا دا شنو ولمي؟ دا وش قالت اثنين ولا واحد؟ وحيدة وحيدة. صح الإجابة. المهم يا اختمها بهالمناسبة بأخذت دراهم اليوم، نبي بكرة على الفطور تجيبونها. هي ما بعد فازت يا انت طاقيتك الناشفة. وش فيها؟ هي دخلت معنا فيها رقم مدري اشرت انت وياها ناشفة اكيد طبيعي بتصير ناشفة. وين طاقيتك الله يوفقك؟ ها؟ وين طاقيتك؟ صبغ اسود. اشرب مويه عطني والله انك كبير راي سطحات. هذا نظامه يشرب عقب اي احد هذا. عاد عاد ليتك سم انت ما في سم ترى ترى في مرض مريض انت. انا ما احب اشرب عقب احد. ايش؟ ما احب اشرب عقب احد. ايش دخلني فيك انا؟ ما احب ترى محمد ما احب صكك على خشمك. ما احب اشرب عقب احد. ترى محمد راقي شرعي ولا اخوك. خلي 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 يتفل في المويه. هذا بنت خيل. جيب عطه. خلي لا اله الا الله. لا تخلص المويه لا تخلص المويه. حب اخيك لا تحب نفسك. يجيك ايش اسمه بعد؟ هذا هذا اللي تحب لاخيك قدر ذا من الماء. على المهم هذا اللي احبه لك انت مو ابو عبد المحسن. تبي مويه انت؟ لا لا خلاص جنب الاستوديو في مخيم هنا نزع مويه تصايب مويه مدخنه. احنا وصلنا الرجال اليوم مويه مدخنه بعبو. طيب يا جماعه الخير، الى الان الجمهور ما يدري وش الجوائز الموجوده معنا. باذن الله احنا راح في الحلقات القادمه راح نعلن كل الجوائز. موي العديد من الجوائز قيمة. خلونا نشوف المقطع الخامس من فقرة الجمهور ايش صار. ورونا سعيد وشو للخبر تيرمي يا واضحة بنت سعيد وشو للخبر يا ولد. والله صولو يا ولد. كيف؟ الحين ما صرنا صولو، الحين صولو كورول. كورول كورول وصولو صولو كورولو. انا صولو لا لا صولال وكورو كان طقطق. انا صولو يعني حالي يعني يعني سنجل يعني اطلع يشود لحالها.
دب 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 دونا هات شوف شوي والله بطل ابو جيري حبيبي تحس لعنوا ببليسكم وش عدم تنشات سولو وش كورول سولو سولا سولو وجبني وجبني غمر لا غمر هذه لغتنا اللي قبل شوي الافريقيين اهون والله اهون وخف ام قالها عبد الله الحربي اتوقع انه جيش عدل بخشمه سولا سولو سولا كو يا اخي اذكر الله بس انت وياه معك في الامور يا جماعه خلوكم على التمثيل خلوا المشاهد للهلا محمد محمد عفوا اعطني ثباتك سمعنا وش الصولة وش الكويو الصولة الصولة اي هو الصولة هذا برنامج يلا الصولة هو اللي يدي يدي طيب اعطينا بالله ها الصولة طبعا الصولة هو المؤدي اللي يأدي اي والكويو لا 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 الصولة على كورال لا 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 بعدين ها هذا التوزيع اللي تحت جزء مني ذي اعطينا بالله لحظه بالمناسبه انا بارك لاخوي ابراهيم السويلم تزوج لا طلع ما شاء الله تبارك الله يعني انشوده رائعه الله يسعد شيله مع اخوي عبد الرحمن مالكي بعنوان فاقدك حيل على اليوتيوب تونا منزلينها قبل اعطينا منها بالله مقطع دعايه ذي والله ما حفظت تونا منزلينها فقاشين يعني كيف شلون لا بس من الكلمات الشاعر نفسه ورقه تخشون منه وهذا ايش تبي تخلق الله تخطر على خلق الله مو تزخم ايش هذا تخش من ورقه تفكر تطلع عليك شرطه انا عم بتحفظ هذا ضحك علينا انت لا كلمك جد كلمك جد والله لا شيل شيل قطعه خير ان شاء الله ضحك على الناس تقول تخش من ورقه تطلع عليها انا شيل شيل طب يا جماعه الخير يا اخي انا اعلمك حاجه شكرا فاضي ما تدخل موضوع الانشاد محمد والله انه وجع الراس خلي ما سمعت ايش يقول يا رجال خلها رجال على ابراهيم انا كذا شكله كنا البوم ما شاء الله الله البوم موهوب والله يعني كف والله كف والله كف والله كف بالعكس والله والله ما اجي انت البوم متنقل والله ما اجي الا والله من بعدكم ها طلعت الغمزه وش صار ذاك اللي جابك اللي جابك من الحوطه وخذ 500 ريال لا 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 والله شايفينه بوس انا بقولها بقولها هلا اقولها بلا بقولها لا 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 ارجوك لا 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 بقولها علم وش صار جاي من الحوضة غيبة ذي غيبة تابعنا علمه قلت انت ما قصرت فيه طلعت الكرسي الله يوفقك شلون الكرسي مين ما صدق احد يتحرك مين يخبط على طول ما يصدق خبر علمهم يا جماعة الخير بدي اقول حاجة مهمة هذه رسالة يا جماعة ضحكنا الى ما فيه الكفاية انا ودي اقول حاجه للمشاهدين الكرام انه كل يوم عندنا مفاجآت وكاركترات مختلفه راح نقلد نحرق المفاجاه لا 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 تحرقها طيب لولو من الزلفي السلام عليكم لولو مساك الله بالخير كل عام انتم بخير اسمعينا من التلفون ولا تسمعينا من التلفزيون حياك الله لولو لولو وين كني في الصالة؟ لولو ألو لولو السلام عليكم وعليكم السلام أنت تضحكين علينا وعليكم السلام حياك الله اسمعيني من التلفون وخلي عنا التلفزيون تمام؟ طيب معك من واحد إلى خمسة ويلا خلينا نبلش ونختار بسرعة يلا ثلاثة عطونا السؤال رقم ثلاثة يقول طيب ساعدوني ايش دعوة خلينا نطلع نساعدك لعنوا بليسكم يا كنترول هذا سؤال انا ايش لا لا السؤال ما هي عاصمه اليابان معروفه سنغافوره طوكيو سنغافوره القاهره طوكيو لا 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 طوكيو سنغافوره القاهره طنغا طوكو 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 بسرعه طوكو طوكيو راح دقيقه راح اتصال معنا راح 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 اتصال دقيقه والله قهر والله ايش اسمها هي نوره لولو 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 يا جماعة الخير ما نبي الاتصال ينقطع ماش حالة رصيد ذي شكله ما ادري والله وشلون يا اخي والله شيء يغبن يا لو ايش فايد تسمع لك اخذت احد الرصيد والله قهر معلش يا لولو العذر السموحة والله باسمي بس طاقم العمل ما كان ودي يروح الاتصال ودي الكل يشارك معنا ويفوز لكن قدر الله ما شاء فعل حسيت اني منقلب في الدائري جايب معلش يا لولو الله يطول بعمرك وحيا الله الزلفي وجميع مناطق المملكة هاللحظات الجميلة لنا اخوان في الحد الجنوبي جالسين يحبون هالبلد جالسين بعضهم تاركين اهلهم واحبابهم وقاربهم وكل من يعز عليهم عشان ارض هالوطن صحيح وهالوطن اليوم كل من العسكر والجنود المرابطين في الحدود الجنوبيه وحدود الشماليه وحدود المملكه يتمنون اليوم يفطرون مع اهلهم زينا ذا الحين زينا انه في مكه لكن هم يعني
يعني هم على فقر، يعلم الله ان قلوبنا معكم اللي